وكانت والدتها تعمل في الخياطة، وكانت ترسلها لدكان الوالد علشان تشتري بعض أغراض الخياطة، وكانت هذه أول مرة يشوف فيها الوالد. ومن وقتها يعني الوالد قرر أنه يعني البنت هذه يعني جزء حتدخل جزء من حياته. كان الوالد يبين لنا مدى الانسجام بين الزوجين ويعطي دروس في ذلك. كان دائما يقول مهر أمكم 4000 ريال فضة، وطبعا الفضة ثقيلة، يقول حملتها في كيس على ظهري وإلى اليوم ظهري يعني يوجعني من حمل الكيس، ولكن أمكم تستاهل.